تبا لكم ايتها الجماعة وترحا، احين استصرختمونا وليهين فاصرخناكم موجفين، سللتم علينا سيفا لنا في ايمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها لعدونا وعدوكم، فكنتم بذلك إلبا لأعدائكم على أوليائكم. من غير عدل أفشوه فيكم. يا ليت هؤلاء الذين تقاتلون عنهم يحكمونكم بالعدل أو يسيرون فيكم بشيرة العدل. أي عدل عند هؤلاء؟ وقد ضربوا أعناقكم وانتهكوا أعراضكم وسلبوا أموالكم ووضعوكم تحت أقدامهم. إنكم لا تلتمسون عند هؤلاء عدلا. هذول من غير عدل أفشوه فيكم. ولا أمل، ما عندكم أيضا أمل بالتغيير، ولا أمل أصبح لكم فيهم. فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن والرأي لما يستحصب، ولكن أسرعتم إليها كطيرة الدبا وتداعيتم إليها كتهافت الفراش. هذه الوثيقة اللي تركها الحسين للتاريخ، حتى التاريخ يأتي ليقرأ هذه الصفحات على رمال الطف. ماذا يقرأ؟ يقرأ جيشا خرج يقاتل عن عدوه، يقاتل أولياءه، خرج يقاتل عن بيت الكفر ليقاتل بيت النبوة، خرج يقاتل عن أهل الظلم ليذبح أهل العدل. هذه الوثيقة التي رسمها الحسين على التاريخ وتركها للتاريخ، تركها لتكون شاهدا حتى لا يأتي التاريخ المزور فيقول أن هناك باغ بغى على إمامه، وإنما هناك ثائر رفع كلمة الحق ووقف يقارع الباطل دون الحق. هذه الوثيقة تركها الحسين للتاريخ.